الدبدوب ليه ولا الدبدوب؟ هديهولك بعد ما نخلص. كنت في بريوت يعني رحله كده، ما لقيتش اصغر من دي عشان اجيبه لامها، حاجه على مقاسها كده. ايه ده؟ دبدوبين داخلين عليا؟ ما شاء الله، ايه العسليه ده؟ من اخر اللي بنان ماشي دوبل، مش عارف بقى بعد كده ايه. طب خيرك انك قلت دول. والله العظيم عسل، ده شبهي. اه في منك كتير. والله شبهي. ما شاء الله، ميرسي على ذوقك. وحشتيني يا فدافيتو. معقوله ما زهقتش من الطاوله انت يا راجل؟ انا قلت اجي العب معاك 10 الطاوله كده قبل ما البنات يجوا. طب يلا نقعد نلعب. لا نلعب ايه؟ نقعد ايه واحنا واقفين كده؟ ليه؟ عشان يبقى حنكي في حنكك. حنكي في حنكك. ايوه. ما شاء الله واطي قوي ما شاء الله. يلا. يلا بص بقى. ايه؟ احنا هنعمل اتفاق. اه. انا لو جبت دش هاخد منك 50 جنيه. ماشي. ولو ما جبتش دش اه هاخد منك 50 جنيه. برضو؟ ايه رأيك؟ ماشي. دش. خش استحمى. ايه يا عم؟ خش استحمى، انت معفنه باين عليكي، خش استحمى. دش. ما هو لازم تستحمى في دشين عشان العفانه تطلع دش واحد. لا على فكره انت سوفاج وانا ما بلعبش مع الناس ديت. وانا مش عايز العب طاوله. احسن بقى احسن. بقول لك ايه يا فتافيتو؟ نعم. وانا قاعد كده في بريوت. فين؟ في بريوت. يا دي الشنب اللي مبوظ الجمل كلها. قاعد عند صخره الروشه كده، نزل عليا الوحل، قلت اظروفك قصيده شعر. اظروفك اظروفك. ايه رايك تسمعيها؟ ماشي ماشي. هي قصيده اسمها يا عسى يا عسى. والنبي انت اللي عسى والله. الله يخليك. انا بقول فيها يا عسى يا عسى لو حبيتك والعطا عليا رسى. الله يا مكسمه. يا مقسمه. ده حجمك قد المدرسة. قصدي الحضانة، حضانة يعني. أنا حجمي قد المدرسة؟ أيوة. طب ثواني أرن الجرس. يلا بقى خلي العيال تلعب بقى. يا دبابة نص جنزير، يا غيط يتلم جنبه الحمير. إيه يا عم ده؟ انت بتقول قصيده لحزمه برسيم ولا ايه؟ ده حبك ملك قلبي وخلاني زي الاسير، ومحدش يسقف عشان القصيده دي معفنه اساسا. الله، فكرتني بامير الشعراء. مين؟ وائل جمعه. ده فعلا امير الشعراء. لا وانت الصادق عديم الشعراء.